واضح عندنا طبعا الوضع الاقتصادي في مصر عامل ازاي، والناس ازاي متضايقه، والازمات اللي موجوده عندنا في بلدنا بسبب ازمه الدولار وغيرها من الازمات الاقتصاديه اللي للاسف المواطن المصري حاسس بيها كويس جدا. من ساعه ما اعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على استدانه مصر 3 مليار دولار كمان، والسوشيال ميديا تصدر فيها هاشتاج صندوق النقد. صندوق النقد كان نزل بيان على موقعه قال فيه: المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهر بقيمة 3 مليار دولار. ال 3 مليار دولار دول هناخدهم ازاي؟ هناخدهم على 46 شهر تقريبا، زي ما صندوق النقد قال، يعني بتتكلم في 3 سنين و 8 شهور. من النقاط المهمة اللي كانت مذكورة في البيان بتاع صندوق النقد ان النظام هيستلم بشكل فوري 347 مليون دولار. افتكر الرقم ده كويس. كلام الخبراء قالوا ان ال 347 مليون دولار دول ما يكفوش مصر اصلا شاي وقهوه لمده 3 ايام. ومن النقاط المهمه برضو اللي جت في البيان ان صندوق النقد مصر على تحرير صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل دائم كشرط لاعطاء باقي دفعات القرض، وعمل اصلاحات هيكليه بالاستمرار لسياسه بيع اصول الدوله وخصخصتها. المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا غوريفيا قالت: اختلال الاقتصاد المصري جاء نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع الدين العام وتأخر الإصلاح الهيكلي. برضو تصريح تاني طلع من سمير رضوان وهو وزير المالية الأسبق، قال في التصريحات أن تمويل صندوق النقد الدولي غير قادر بعد على سد الفجوة التمويلية المقدرة ب 20 مليار دولار على الأقل رغم دعمهم للجنيه إلى حد ما، كما أنه لن يحل مشكلة الدولار من الأساس ولن يتصدى كذلك لأزمة ارتفاع أسعار السلع، حيث أنها ناتجة عن بعض السياسات غير المتناسقة بين السياسة المالية والنقدية جنبا إلى جنب مع نقص الدولار. بعد التصريحات دي السوشيال ميديا بقى شغلها الشاغل هو الحديث عن قرض صندوق النقد والدولار والوضع الاقتصادي للبلد، وإحنا رايحين على فين في الفترة القادمة. تغريدة من محمد صبري. محمد صبري بيقول: اللي تعود يقترض هيفضل بالنسبة له ده حل أسهل، أو ده حل أسهل من غير ما يتعب نفسه. العقل بيقول ان انا اقترض مرة اعمل مشروعات منتجة عشان ما احتاجش تاني للاقتراض، ولكن للأسف الوضع من سيء لأسوأ. حساب تاني باسمه مهندس الفكرة شرح شوية يعني ايه اقتراض عندنا وده ممكن يؤدي لإيه، فبيقول: ليس هناك اقتراض بدون ضريبة او شروط قاسية تضع القيود حول رقبتك برغبتك. ما اعرفه ان المواطن المصري يئن من صعوبة العيش بدون دعم للزراعة أو الصناعة تأتي بفائدة على المواطن والدولة. لو قامت مصر، يقترح اقتراح بيقول: لو قامت مصر بدعم المزارعين لرجع زمن إقراضها لإيطاليا وغيرها، لكنها ترزح تحت قدم الاستعمار. تعليق تاني برضو من حساب قرصان متباعد بيقول نفس الكلمتين اللي مبصمجينهم وبيطبقوهم على كل البلاد اللي تحت رايتهم. البلاد دي بتزداد فقر وفي نفس الوقت بتتحشر في دوامة الديون للأبد. الناس دي بتستعمرنا وهيفضلوا مسيطرين علينا للأبد، وكله بتسهيل الخونة الفشلة اللي في الحكم. احنا انتهينا خلاص ومحتاجين معجزة. تعليق آخر برضو من رانيا بتقول: اللي جاي صعب على كل المصريين بكل طبقاتهم. تعويم الدولار يعني مزيد من الغلاء ومزيد من الجوع ومزيد من الفوضى ومزيد من الفقر. فاطمة إبراهيم بتقول: هو صندوق النقد طلب منك تعمل كل المشاريع والكباري دي، طلب منك تشتري أسلحة، طلب منك تعمل أكبر جامع وأكبر كنيسة، طلب منك تعمل المدينة الفاضلة اللي هي العاصمة الإدارية الجديدة. فاتن برضو شايفة يسهم بالتأكيد في بناء القصور الرئاسية، هي شايفة أن القروض دي عشان كده يسهم بالتأكيد في بناء القصور الرئاسية لهم وازدياد معاناة الشعب وتحصرهم على كم المبالغ الهائلة التي تهدر أمامهم، والتي إن أديرت بشكل جيد لما وجدنا في مصر ما يدعى بالفقر أو الفقراء. أحمد بيقول: للناس اللي بتقول أزمتنا بسبب حرب أوكرانيا، أزمتنا محلية ومسؤول عنها شخص واحد اللي أنفق 27 مليار دولار على صفقات سلاح منذ 2014 ودلوقتي بيتنشأ على 3 مليار من صندوق النقد. حساب آخر باسم باهر بيقول: الحمد لله أن صندوق النقد وافق على القرض، الواحد كان خايف ما نعرفش نكمل مدينة الملاهي اللي هتتكلف 2 مليار دولار.